أنا الدكتورة ساندرا مكاري، خبيرة تغذية، جاي أكلمكم النهاردة عن بروتين مهم جداً وقردي موجود في جسمنا وهو الكولاجين. الكولاجين بيمثل تقريباً 30% من كتلة جسمنا وحوالي 70% من شعرنا وبشرتنا وضوافرنا. نتيجة لعوامل كثيرة بنتعرض ليها زي تقدم السن والتلوث، جسمنا بيقلل نسبة الكولاجين اللي بيفرزها، ومع الوقت لازم يكون في مصدر تاني للكولاجين بيدخل جسمنا علشان يعوضه ونفضل عندنا إشراقة وصحة. النهاردة جاي أكلمكم عن الكولاجين سابلمنت اللي يقدر يوفر لنا عناية ثلاثية بصورة يومية وياخد باله من شعرنا وبشرتنا وضوافرنا، وهو الجينيبن سوبر كولاجين. كيس الجينيبن الواحد بيحتوي على حوالي 8.5 جرام من الكولاجين البحري، ودي تقريبا أكبر نسبة كولاجين موجودة في كيس واحد. الكولاجين البحري هو أفضل أنواع الكولاجين، وده لأن جزيئاته صغيرة فبيخلي امتصاصه أسهل وأسرع للجسم، وده بيخلينا نستفيد بيه بصورة أحسن. كيس الجينيبن كمان فيه فيتامين سي وفيتامين اي. فيتامين سي طبعا مهم جدا عشان مناعتنا، لكن مهم كمان جدا علشان الكولاجين يمتص بصورة كاملة في جسمنا وكمان يساعد جسمنا على إفراز كولاجين أكتر. ساشة الجينيبن كمان موجود فيه كالسيوم ومغنيسيوم، ودول مهمين جدا لإشراقة ونضارة ثلاثية. وبكده كيس جينيبن واحد في اليوم مش بس بيوفر لنا احتياجنا من الكولاجين، لكن كمان بيوفر لنا 50% من احتياجنا لفيتامين سي، 50% من احتياجنا لفيتامين اي، 40% من الكالسيوم، وحوالي 17% من احتياجنا اليومي للمغنيسيوم. الجينيبن بمنتهى البساطة هنفتح الكيس ونحطه على 100 ملي أو نص كوباية مية مرة كل يوم لمدة 3 شهور، وهتحسوا بفرق كبير جدا في إشراقة بشرتكم وفي نضارتكم. استنوني أنا والجينيبن في فيديوز تانية كتيرة هنقول لكم إزاي تدخلوا الجينيبن في حياتكم اليومية.